هذا موجز الأخبار يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. جدد محافظ صلاح الدين بدر الفحل بالتزام الحكومة المحلية بتأمين احتياجات القوات الأمنية لتسهيل تنفيذ مهام حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وذلك خلال استقباله قائد عمليات شرق دجلة اللواء الركن علي مججل المالكي. أكد النائب الفني لمحافظي صلاح الدين المهندس مفيد البلداوي العمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الخدمات بجميع المناطق وإنهاء ملف النزوح وتعزيز أركان الاستقرار المجتمعي للحفاظ على هوية صلاح الدين الجامعة. قدم قائد عمليات شرق صلاح الدين شكره وتقديره لمحافظي صلاح الدين على دعمه المستمر للقطاعات الأمنية الماسكة، كما عبر عن تقديره للإدارة المحلية في أقضية الطوز وآمرلي لدعمها القوات الأمنية، بما في ذلك تقديم الدعم لإنشاء جسر حيوي يربط بين قرى بسطاملي وبير أحمد. أعلن الحشد الشعبي إنجاز استراتيجية التحصين الميداني للنقاط المرابطة وفتح الطرق للدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيزها بالتقنيات الحديثة في الرصد والتعقب والإنذار المبكر في محافظات ديالة وصلاح الدين والأنبار. أكد النائب علي سعدون أن عدم حسم رئاسة البرلمان داخل البيت السني نحو عام كامل يؤشر خللا في الطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد. كشف عضو لجنة الخدمات النيابية حسين حبيب عن المباشرة باستضافة المحافظين للاطلاع على الخطط التي رسموها لإتمام المشاريع المتعلقة بتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. أخيرا، يقول مختصون عسكريون أن منظومة الدفاع الجوي ثاد الأمريكية مخصصة للعمل في المناطق عالية الارتفاع، حيث تستطيع إسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى داخل الخلاف الجوي وخارجه. الموجز انتهى، في أمان الله.